صورة جميلة، ولما بقول الصورة الحلوة بتعني عن ألف كلمة، الصحافة بتقول كده أو مدرسة الصحافة، ده بالفعل صورة حلوة من بنجر، كرنب أحمر، كرنب أبيض، جزر، معانا بياض بيض هنفصله دلوقتي مسلوق جاهز، معانا توم، عصير ليمون، زيت زيتون. وأنا دايما بسيب الطبق السلطة للآخر لو هعمل سلطة يعني في الحلقة، عشان أنا بقول دايما طبق السلطة لوحة فنية تقدر تبيني حب ولادك وأسرتك ليهم، والمقادير على الشاشة تقدر تصوريها بالتليفون على أنا ما أشوف إيه اللي في الفرن. إيه الحلاوة دي؟ تمام أهو أهو حبيبي، حلوة السلطة وانت بتغرفيها وانت بتقطعيها وانت بتحضريها بمثابة لوحة فنية. تعال ناخد بعضينا كده ونشوف السلطة الشيف المغازي هيغرفها ازاي ويقدمها ازاي. والله كل ده لقيت كرنباية في التلاجة عندنا وشوية بنجر، نعمل ايه؟ قلت لهم انا عايز اعمل سلطة كده وايه اطلع شوية الايه الافكار. حلو، وايه الاربع انواع من الخضار اللي معايا هيبقى الاربع اطعمة مختلفة، يعني واحدة تاخد خل، واحدة ما تاخدش خل، تاخد زيت زيتون، واحدة تاخد ليمون، واحدة ما تاخدش ليمون، واحدة تاخد نعناع، وهكذا. حلو الكلام؟ ومعايا البولات حتى مختلفين، يعني ايه يا شيف؟ يعني لما اجي اعمل سلطة بالالوان دي لازم يكون البولة مش مشابهة للتانية علشان ما تاخدش منها. ابدا بالكرنب الاحمر. الكرنب الاحمر ده واحنا بنقطعه شكله جميل، ولما بيتبل بيبقى اجمل واجمل. زي ما هو كده. بحط عليهم عصير ليمون كرنب، بحط عليه فص توم. ركزوا هنا بقى عشان احنا ايه خلصنا شغلنا وانا شغال لغايه لما وقت يخلص، واقدر الم في ثانيه. بس انا بحب دايما طبق السلطه اسيبه للاخر كده عشان كل ما بنكلم زمان يمسكك قلم والوان وورقه بيضة، ورقه رسم، يقول لك ارسم احلم. كنت احلم ان انا اركب عربيه، احلى ما اركب طياره، اقول لي يا سلام يا ده هتركب في يوم تركب طياره، ركبت طيارات الدنيا كلها. حلو الكلام. نحط يا شيف شويه بقدونس احلام، سنه شبت صغيره لان الكرنب بيعمل انتفاخ، مش عايزين انتفاخات. زيت الزيتون، دايما في الكرنب تحطي يا اما كمون يا اما شبت. لو هتعملي سلطه حطي شبت، لو هتعملي طبخه حطي كمون عشان الانتفاخ ومشاكل الانتفاخ. شوية الملح، وامسك السلطة دي بإيدي كده. هتلاقي لونها اتغير. حلو قوي. لازم الخلطة دي لازم اعملها بإيدي كده، خلي بالك. تقول لك بمعلقة وشوكة؟ لا خالص، السلطات دي من انواع السلطات اللي انت تعمليها بالشكل ده كده. زي ما انا شغال كده. واخدها كده في الطبق ده. حلو قوي، تسلم ايدك يا مغازي. احنا معانا ست مربعات، نعمل مربع من الكرنب. حلو، ونخليها على جنب هنا يمكن نحتاج منها، ونغير الجلافز ده. طيب تعالوا مع بعض نكمل موضوع السلطه. عملنا الكرنب الاحمر، نخش على الابيض. بولة تانية. وناخد الكرنب الأبيض. سلطة على السفرة، ولادك لو مش عايزين يقعدوا معاك على الطبلية هيجوا، هيشوفوا لوحة فنية مامتهم رسماها، دي يا ماما عملتها ازاي. ويا سلام لو عندك بنوتة بقى بتحب الرسم. نحط هنا بقى يا شيف، احنا حطينا ايه في الأولانية؟ زيت زيتون وعصير ليمون. حلو أوي. أبدأ أحط هنا شوية ايه بقى؟ شوية كمون. معايا نعناع اخضر. شفت بقى الطعم هنا مختلف، يعني نوعين كرنب الطعم غير التاني. افرم النعناع بالسكينه كده. حطيت طبعا انا في الكرنب الاحمر شويه بقدونس، هنا نعناع. ما انا مش عايز لما اعمل طبق سلطه يبقى الطعم واحد، يبقى كله مختلف. ده نعناع اخضر. فص الثوم هنا مهم جدا على فكره مع الكرنب عموما. عصره ليمون، زيت زيتون، الكرنب لو فيه سنه سبايسي بيبقى طعمه حلو. نقوم نعمل ايه؟ معانا قرن فلفل حار، مش هحط بابريكا،
تاخده كده كفايه كفايه حلو على السلطه بتاعتي. انت ونصيبك بقى تيجي حته تحت سنانك يبقى ده وعد ومكتوب علينا اهو اهو، وقلبها بيدي كده اه، بتلاقيها هبط في ايدك على طول. الكرنب بالذات اه اه لازم التقليبه دي مهمه جدا اه. ويا سلام دي لو قعدت في الثلاجه، سلطه الكولسترول اللي احنا عارفينها، ممكن تاخد جزر، ممكن تاخد زبيب، ممكن تاخد مايونيز، ممكن تاخد كريمه لباني، اختياري اهو. حطه جنب الايه الاحمر. لا القرن الفلفل الحامي هنا عمل شغل، عمل اضافه اه اه حلوه. خليها على جنب، ممكن احتاج ونغير الجلافز واحده واحده كده، كاني شغال معاك في المطبخ اه اه. ايه المشكله لما انا البواقي اللي معايا ديت احطها في طبق حلو زي ده كده واديها لجارتي؟ مساء الخير يا ام حماده، مساء النور، حد شافكم من زمان ليه؟ شفت الشيف المغازي على القناه الاولى النهارده عمل سلطه شكلها حلو قوي، انا غرفت لكم معايا عادي اهو، ما موجوده في البوله اهي، مش عايز احطها في الثلاجه. نجيب بوله تانية، ناخد الجزر. يقول لك المقوله دايما كنا نسمعها واحنا اطفال في الجزر يأول نظر، كانوا يقولوا لنا عشان ايه نظرنا يبقى قوي، طلع ان هو فيتامين سي والياف، يعالج مشاكل الاسهال كل ده والامساك اه. هناخد الجزر ده كده زي ما هو كده، بيحب زيت الزيتون وعصير الليمون، ده مش هنحط له اي حاجه خالص نهائي، مش هغير لونه. ليه بقى يا شيف؟ برضه علمونا في مدرسه الالوان، حصة الألوان يعني، اللون البرتقاني بيفتح الشهية. يعني إحنا مش لناش نفس نقعد على الأكل وكل شوية أقول ده أنا شبعان، لأ بص للون اللي في إيدي ده كده خمس دقايق قدامك ديك رومي متكتف هتاكليه كله. هات الديك الرومي أنت بس مالكش دعوة. أهو. حد أشوف ديك رومي يقول لك أنا مش عايز آكل؟ طب بالله ده كلام؟ أهو. حلو أهو. زي الفل. دي مفيش باقي عندنا. دهب دي بورا حلوة بقى عندي يا عم الشيف اه، بقى عندي البنجر ونغير الجلافز. سلطة يعني فيها وجع راس. حلو الكلام اه. حاضر يا فندم، حاضر يا غالي، ابن حلال. لا جاهز اللي احنا نطلعه. الله عليك. حاضر حاضر، انا السلطة معايا للاخر، ممكن نقول كفايه كده عادي خالص اه، جاهز يعني، مش عايزينكم تزعلوا مني. دي مكانها فين؟ مكانها فين؟ هنخليها هنا. بقى عندي البنجر، آه سوري اه البنجر معانا اهو. اهو. تمام اهو. قول لي ولا تخبيش يا زين. تمام؟ اه. ناخد البنجر. والوردة الحلوة دي كده. الوردة دي لها معنى كبير بقى، أنت لما تعمليها على السفرة عندك حماتك، عندك ماما بتزورك، عندك ضيوف من حبايبك، لها معنى كبير. إن أنا عاملة الأكل ده بحب. البرجر برضو مش هحط عليه حاجة للأمانة. يعني أحط عصرة ليمون كده حلوة عشان لونه حلو أوي. أهو. وزيت الزيتون بيديله لمعة. بيديله بريق. ده البنجر ومش محتاج، هو طعمه فيه سكريات شويه، واحنا عارفين ان هو غني بالسكريات، ولكن للامانه عايز احط عليه ورقتين نعناع. ليه بقى؟ لان طعمه يعني بيبقى قوي شويه، فالنعناع خلينا ناكل منه. حلو، نقلبهم كده. الله اه، ينزل البنجر هنا زي الفل. طب ما لسه لا في حاجه صغيره بس، اديني هسه هسه معلش. هتاخد نص يوم ولا ايه؟ اهو اقول الاسم خلاص اهو اهو، سيبوني بقى اخلص اهو. نحط ده هنا كده، مش انا قلت زي الفل. خلاص خلصت، بس دي دقائق. وده ينزل هنا كده. شفت شكل السلطه اتغير ازاي؟ اه بسرعه كده. معايا بيض مسلوق
اللهم صل على النبي. هي بقى تكمل دي تركايه بقى بتاعت المغازل. ده البيض مسلوق جاهز، باخد بياض البيض ده كده. في سلطه معروفه اسمها بياض البيض، وخاصه لو بيض السمان الصغير ده، ما اقولكمش. اخد البياض ده كده. الحاجات دي مهمه جدا على فكره، تقدري تعمليها مش مكلفه حاجه. اه شيل الصفار بالراحه كده، وتبل البياض ده بزيت زيتون. انا على فكره بحب البياض، ما بحبش الصفار، سواء مسلوق سواء اومليت، عشان معلومه بس تعرفوها من صغري. شيل ده كده، هيتبل، هيتحط فين ده يا عم الشيف؟ في نص الطبق. ده الجارنيش بقى، ده البرزنتيشن، ده اللي يخلي اللي قاعد على السفره يقول لك ده يا ماما عملتها ازاي يا ماما. ايه يا حبيبتي، انت ناسي ان انا بتفرج على الشيف المغازل كل يوم على القناه الاولى ولا ايه؟ اهو اذا انا شاطره عشان بتفرج عليه. ناخد الصفار مش عايزه، بحط عليه شويه زيت زيتون حلوين. اه خلاص والله دقيقه واحده اهو، اهو ثانيه لسه، بس التركايه دي الهسايه دي. اه انا عارف والله، في قهوه واشربه في قهوه وفي شاي، ويا شفيق احنا طالعين على الهوا، اديني دقيقه. تقول يقول لي حاضر يا شيف، حاضر يا شيف، وقتها ولا يعرفني. ناخد ده البياض ده كده، اه ايه رايك؟ اه هو ده لوحه فنيه ولا لا؟ بالله عليك يا اخي. اه ناخد بط اهي 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 اهي، هو ده.